بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اليوم إن شاء الله يعني حنستكمل مع بعضنا البعض محاضراتنا في مساق الفرنسيك سيكولوجي، واليوم إن شاء الله حنكون مع بعض اليوم في الفصل الثاني من هذا المساق. وهذا المساق من المساقات حكينا قبل هيك إنه هو يعني يعد مهم جداً، وبفيدنا في مجال علم النفس الشرعي اللي بيعمل ضمن إطار المحكمة وخلافه من هذه القضايا. طيب، موضوعنا اليوم عن الإثيكال برينسيبلز أند بروفيشنال كومبيتنسز، يعني عن المبادئ الأخلاقية والكفاءة المهنية المرتبطة بعلم النفس الشرعي. طبعا معروف انه في اي مهنه من المهن في لها اخلاقيات، ولا بد انه المختص في هذا المجال انه يكون ملتزم بهذه الاخلاقيات بشكل كامل حتى يكون ناجحا ويؤدي المهام المطلوبه منه بشكل واضح وجيد. طيب، ethical professional competencies are reflected in knowledge of both psychological aspects, concepts and legal construct and in the skillful construction of methodologies that bridge the two in the services of answering legal questions fairly and honestly in each area of the psychological domain. يعني لابد من انه احنا نأكد على انه الآراء المتعلقة بالأخصائيين النفسيين المتميزين يمكن أن يعني تلبي معايير الثقة والبناء السليم والصحيح على المفاهيم النفسية والصحية المتعلقة في المجال النفسي والمجال الشرعي، والبحث عن النظام أو السيستم المبني على المصداقية العالية في العمل. لأنه إحنا قبل حكينا إنه العمل في المجال علم النفس الكلينيكي على سبيل المثال هناك في مبادئ واضحة، التعامل مع مريض ما فيش أي ضغوط إضافية أو كبيرة على المعالج النفسي أو الأخصائي النفسي. لكن فيما يتعلق بعلم النفس الشرعي هناك ممكن يكون في ضغوطات من المحامين، من قاعة المحكمة، في تداخل بعض المصالح أو الشكوك في بعض القضايا خاصة القضايا الخطيرة. وبالتالي أنت لابد أن يكون في عندك مفاهيم نفسية موجودة عندك، بالإضافة إلى تكون عندك فهم وإدراك ووعي في المفاهيم القانونية حتى تكون أنت الرؤى النفسية والتقارير النفسية اللي بتقدمها وفق الصياغات القانونية بشكل يعني تجيب على التساؤلات الموجهة إليك حول أي قضية بشكل عادل وبشكل نزيه وصادق في إطار نفسي يعني جيد. طيب، في النقطة الثانية expert opinions can thereby meet criteria for relevance and admissibility in both psychology and law. وأنا طبعا هو هنا الآراء الخبراء النفسيين يمكن أن تلبي المعايير اللي هو العلاقة بالصلة والمقبولية في يعني عند الأخصائي النفسي وعند القانون، يعني بمعنى إنك تشكل حالة من الصلة النفسية والقانونية، تعمل توافق بين الصيغتين، الصيغة النفسية والقانونية، بحيث يكون عندك نوع من المقبولية في التعاطي مع هيئة المحكمة في العديد من القضايا التي يمكن أن تطرح أمامك. وهذه بالمناسبة قضية يمكن أن تشكل يعني عائق لدى الأخصائي النفسي الشرعي. النقطة اللي بعديها طبعا also addressed are impediments
to sound practice and the influences that can interfere with ethical conducts. يعني هنا بيحكي لنا كما يتم تناول العوائق impediments العوائق التي تحول دون الممارسة السليمة والتأثيرات التي يمكن أن تتداخل مع يعني السلوك الاجتماعي الأخلاقي اللي موجود عندنا. وهذا طبعا العوائق يعني معروف أنه في كل مهنة من المهن لها عوائقها ولها خصوصياتها، لكن العوائق اللي بتواجه الأخصائي النفسي الشرعي ربما هي عوائق من نوع آخر، فيها تداخل، فيها صعوبة، لأنه بتتعامل مع قضايا قد تكون حساسة وخطرة مش زي باقي التخصصات. طيب نشوف مع بعضنا البعض السلايد اللي بعديه. بيحكي لنا هان such impediments and influences can be internally mediated and externally caused and result from ignorance, envy, cynicism, avarice, and inadequate moral ethical development. يعني بيحكي لنا انه العوائق اللي ممكن انه احنا نشوفها او انه احنا تواجهنا في عملنا في علم النفس الشرعي قد تكون داخلية وقد تكون خارجية، لها علاقة وقد تكون ناجمة عن التجاهل أو السذاجة أو السخرية أو الجشع عند بعض الناس. يعني أنت اليوم في المحكمة ما يهم المحامي على سبيل المثال يعني الدفاع عن المدعى عليه أو المتهم، مقابل المال الذي يعطى له يحاول بشتى الطرق والوسائل سواء كانت سليمة أو غير سليمة إنه يحصل على عدم الإدانة في القضية والإفراج عن موكله أو تخفيف الحكم إلى أقل درجة ممكنة، وبالتالي هذا بيعتبر هو إنجاز بالنسبة له، وهذه هي مهمته الرئيسية. وبالتالي هنا بيدخل عوامل مثل عوامل المصالح والعوامل المالية، هنا ممكن تخش في القضايا وتؤثر على سير يعني العملية، عملية التقاضي داخل المحكمة، واللي بيكون طبعا الأخصائي النفسي الشرعي جزء مهم في المكونات الموجودة داخل المحكمة، لأنه هو إفادته وتقاريره وشهاداته طبعا تؤثر بشكل واضح وكبير على سير المحكمة. طيب these influences often derive from the adversary process implicit in the legal system and the medical legal context in which forensic psychologists work. يعني الضغوطات هذه طبعا او التأثيرات اللي احنا بنحكي عنها ممكن تكون ناتجة عن نظام التخاصم، نظام التخاصم اللي هو بين أصحاب المصالح المختلفة، المدعي والمدعى عليه، وفي محكمة بتحكم، في محامي، وفي نيابة، وفي يعني ففي في نظام تخاصم موجود هنا. وبالتالي الآن بدك أنت تكون ضمن هالمنظومة القضائية، وإحنا قبل قلنا إنك تكون عندك معرفة في النظام القضائي، وأيضا تدخل في المجال النفسي اللي هو اختصاصك والمطلوب منك، لكن وفق النظام القضائي. وبالتالي هذه التأثيرات حقيقة في النظام التقاضي والتخاصم بين الأطراف، هذا طبعا بشكل حقيقة ضغوطات أيضا وتأثيرات مباشرة على الأخصائي النفسي الشرعي. Pressures take the form of subtle and overt influences on the expert to vary from the role of a neutral objective examiner. يعني بيحكي لنا في هذه الجزئية إنه الضغوطات قد تكون ظاهرة وقد تكون يعني مخفية، وتؤثر حقيقة بشكل يعني واسع على اللي هو التقييم الموضوعي في بعض الحالات، ودورك أنت أن تقيم هذه الحالة المعروضة أمامك أو القضية المعروضة أمامك من ناحية نفسية بشكل موضوعي. لكن أحيانا بيكون في عندك نوع من الضغوطات المباشرة والغير مباشرة، الظاهرة وربما تكون الخفية في بعض القضايا مثل قضايا الرأي العام وقضايا المتعلقة بحقوق أو غيرها، فبالتالي الإنسان ممكن يتأثر
بشكل واضح في هذه القضية. طيب، في الجزئية اللي بعديها بحكي لنا these influences then potentially can become expressed unconscious and consciously in biased methodologies as reflects slanted choice of clinical forensic methods selective scrutiny of data biased reportage of data omission of axis A or axis 2 ignoring personal strength resilience vulnerabilities omitting information of on credibility and ignoring dynamics of dissipation. يعني هنا بحكي لك انه التأثيرات هذه ممكن تؤدي الى احتماليات التأثير بشكل واعي او غير واعي على العقل الباطن او بشكل واضح، وتؤثر الى تحيز في الوسائل والاستنتاجات اللي انت بتقدمها كأخصائي نفسي شرعي. هاي طبعا تؤدي بطبيعة الحال إذا كان عندك الوسائل فيها تحيز والطريقة اللي اعتمدتها فيها تحيز، ربما تؤثر بشكل واضح وبشكل كبير على أنه الداتا اللي أنت اخترتها والتغيير اللي أنت قدمتها كان فيها نوع من التحيز كشيء طبيعي. وأيضا ممكن أنت يعني omission of access A or access to findings انك انت اغفال استنتاجات محور اول او محور ثاني، او انك انت يعني تتجاهل نقاط القوة الموجودة عندك والمرونة او نقاط الضعف، او حذف ربما المعلومات المتعلقة بالمصداقية. ولابد هنا انه احنا نتجاهل بشكل اساسي ignoring dynamics of dissipation اللي هو تجاهل ديناميكيات الخداع. معروف انه داخل الاطار المحكمة قد تحدث يعني عوامل لها علاقة بشكل واضح وبشكل كبير في موضوع الخداع، الخداع لهيئة المحكمة من اجل إصدار حكم براءة أو تخفيف حكم واقع، فتستخدم وسائل خداع مختلفة. أنت كأخصائي نفسي يجب أن تكون موضوعياً، تستخدم وسائلك بشكل موضوعي، لا تتأثر لا بشكل مباشر ولا بشكل غير مباشر، لا بشكل واعي ولا بشكل غير واعي مع القضية. أنت تتعامل مع معطيات أمامك وفق المعايير النفسية والموضوعية السليمة، وبالتالي لابد أن تتجنب يعني ديناميكيات الخداع التي يمكن أن تمارس عليك كأخصائي نفسي شرعي. Adoption of advocacy position is suitable for requires of attorneys but the opposite true for experts who must remain disinterested third parties. يعني معروف أنه الوظيفة للمحامين بشكل عام هي موضوع الدفاع، بيرى أن هو وظيفته الأساسية هو الدفاع عن المدعى عليه، ويستخدم أي وسيلة بالمناسبة يعني ثغرة قانونية أو شاهد أو غيره من الوسائل من أجل إثبات براءة المتهم أو المدعى عليه، وبالتالي بيتعارض مع دورك أنت كأخصائي نفسي شرعي. ليس لك مصلحة، المحامي له مصلحة في أنه هو بيتقاضى مبالغ مالية مقابل عمله وأتعاب مقابل مرافعاته ودفاعاته عن المتهم، لكن أنت ليس لك مصلحة في هذا الموضوع، وبالتالي قد تتعارض وتتداخل المصالح الجهات مثل المحامين وتبنيهم للدفاع حتى وإن كان يعلم أنه موكله مذنب، لكن يمارس الدفاعات بشكل قوي من أجل الحصول على المال. لكن بالنسبة لك أنت لا، كأخصائي نفسي وكخبير لابد أنك أنت يعني تكون ليس لك يعني طرف أو مصلحة في هذا الموضوع وفي هذه القضية، وبالتالي يجب أن تتجنب أن تكون عليك ضغوطات من هذا النوع.
طيب الآن في السلايد اللي طبعا تكمل لهذه الجزئية understanding of an adherence to code of ethics and professional guidelines coupled with educate personal boundaries and self awareness can serve of both guides and buffer against improper influences in medical legal context. يعني في السلايد الموجود عندنا يعني بيحكي لنا انه يمكن ان يكون فهم القواعد الاخلاقيه والمبادئ التوجيهيه المهنيه يعني والالتزام بها الى جانب الحدود الشخصيه البيرسونال باوندريز الحدود الشخصيه ووعيك في هذه الحدود هذه مهمه جدا اللي هي ممكن طبعا يعني تشكل مانع وحاجز أمام التأثيرات الغير لائقة against improper اللي هو التأثيرات الغير لائقة اللي ممكن أن تكون يعني جاية في سياق الطب القانوني. وهم طبعا يعني بيعطينا مؤشر حقيقة واضح على موضوع أنه أحيانا بتكون في سياقات داخل المحكمة سياقات غير قانونية وغير منطقية وأحيانا فيها تحيزات. ليش؟ لأنه في تداخلات في علاقات في مصالح وبالتالي هذا ممكن تشكل حقيقة يعني ضغط عليك. Although disinterested in the outcome, the expert is of course interested in the data finding and formulation that under gird his or her opinion that supported vigorously in report and in testimony. يعني بمعنى انه على الرغم من عدم الاهتمام في الخبير بالنتائج الا انه يعني لابد انه يهتم بالبيانات والاستنتاجات اللي تدعم آراءه او يعني يدعمها بقوة التقارير والشهادات اللي موجودة عنده. يعني أنت الآن زي ما حكينا قبل شوية عليك ضغوط تمارس، وهذه مش شرط تكون في كل قضية بالمناسبة، قد تكون في بعض القضايا. الآن أنت بدك تحرص عشان تتجنب البايس اللي هو موضوع التحيز، موضوع التأثيرات اللي من بعض الجهات داخل اللي هو إطار المحكمة، يجب أن تركز على موضوع الداتا اللي عندك او الفايندنجز النتائج بحيث انه تكون حريص جدا على اثبات وجهة نظرك المنطقية والحقيقية والواقعية من خلال التقارير القوية النفسية المصاغة بشكل قانوني بشكل واضح وايضا من خلال شهادات الشهود. وبهيك انت بتكون بالفعل يعني تقدم يعني خدمة قانونية تساعد هيئة المحكمة على اتخاذ قراراتها بشكل سليم وبشكل يعني قوي. طيب النقطة الثالثة the challenge for the forensic expert is to do the right thing and to be straight shooter despite balls and pressure to veer off give other opinion course. يعني التحدي الذي يواجه الخبير الشرعي هو القيام بالشيء الصحيح to do the right thing and to be straight shooter أن يعني يطلق النار بشكل مباشر، مش يطلق النار بشكل مباشر، أن يعني يكون يعني يسير نحو الحقيقة والحقيقة فقط، لا يلتفت لا يمين ولا شمال، يكون مباشر وواضح ودقيق على الرغم despite polls and pressures، على الرغم من عمليات السحب انه يسحب كل طرف يسعى انه يسحب الطرف الاخر تجاهه الى مربع حتى يحقق انجازات في هذه القضيه او الضغوط او and pressures to veer off للانحراف عن المسار، انك انت عايز تعطي راي اخر. احيانا طبعا في خاصة في القضايا اللي بتكون يعني صعبة، في القضايا اللي بيكون فيها نوع من فيها ضغط كبير على
الأطراف داخل المحكمة، وبشكل أساسي على الأخصائي النفسي الشرعي، ممكن هذه تخليه يحرف وجهة نظره نتيجة ضغوط تمارس عليه، وهذا شيء ممكن ووارد. طب إحنا كيف نتجنب هذه الضغوط ونتجنب هذه التأثيرات اللي حكينا قبل شوية؟ لابد إنه إحنا نكون البحث عن الأشياء الصحيحة، وأن نكون مباشرين وفق المعطيات اللي موجودة أمامنا، وأيضا إنه نتجنب إنه يسحبنا أي طرف أو يمارس على الضغط علينا من أجل إعطاء يعني رأي آخر غير الرأي الصحيح. الحمد لله رب العالمين. وبالتالي المطلوب منك أن تتبنى رأيك الصحيح والعلمي والمنطقي، وأن تتجنب أي آراء أخرى ممكن أن تكون في غير مسار القضية العادة اللي أنت يجب أن تكون متبنيها، وتعطي رأيك النفسي والشرعي بشكل يعني سليم. طيب، uniqueness of forensic practice، ده طبعا الخصوصية والتميز للتطبيق الفرنسيك اللي هو علم النفس الشرعي. The uniqueness of forensic work calls of similarly unique ethical professional principles, guidelines, case law and research usually separate and part of these relevant in other areas of psychological practice. طبعا أنا بحكي لنا إنه علم النفس الشرعي له خصوصية معينة، لأنك أنت له مبادئ مهنية تميزه عن غيره من مجالات علم النفس الأخرى، في له جايد لاينز، في له إطار قانوني. أنت لا تعمل وحدك، زي الأخصائي النفسي الكلينيكي بيعمل مع المريض لوحده بالغالب، وهو المسؤول عن العملية بشكل أو بآخر، لكن هلا في تداخلات وتدخلات وضغوطات ممكن تمارس عليك في مجالك، وبالتالي القواعد الأخلاقية والممارسات اللي بتكون ضمن هذا الإطار ربما تختلف وتتميز عن المجالات والمساحات الأخرى في علم النفس. The most comprehensive and widely accepted set of forensic standards was developed in and published in 1991 by the Committee on Ethical Guidelines for Forensic Psychologists, Committee of ABAs, Divisions 41, the American Psychology Law Society and collaboration with American Academy of Forensic Psychology. يعني بحكي لنا هنا، وهذا الشيء المهم جدا، انه احنا في عندنا تم اعتماد في سنه 1991 Ethical Guidelines، يعني محددات اخلاقيه للاخصائي النفسي الشرعي، وطبعا الاي بي ايز معروفه اللي هي المنظمه الامريكيه في علم النفس، وبالتعاون مع اللي هو الأكاديمية الأمريكية لعلم النفس الشرعي، عملوا يعني مبادئ أخلاقية من دورها أن تنظم العمل في مجال علم النفس الشرعي، وبالتالي بتعطي نتائج إذا ما التزمنا بها نتائج سليمة، ويتجنب الأخصائي النفسي الشرعي الكثير من المشكلات التي يمكن أن تواجهه في مجال العمل. طيب، تعال نشوف مع بعض الإيثيكال بروفيشنال إيثيكال ستاندردز اند امبيدمنتس تو ذير امبلمنتيشن. يعني تعال نشوف القواعد الأخلاقية والمهنية وبعض المعوقات التي يعني تحول دون تنفيذ هذه الإيثيكال ستاندردز. أول يعني الإيثيكال ستاندرد اللي هو ذا بيج إجنورانس أرجيومنت، يعني حجة الجهل الكبير. إيش حجة الجهل الكبير؟ سهلة جدا، تعال نشوفها مع بعض. It is mistaken to assume that acceptable to ignorant of specialized psychological knowledge basis ignorance is not acceptable. يعني من الخطأ الافتراض بأنه من المقبول الجهل بعوامل المعرفة المتعلقة بالمعرفة القانونية هنا، ولابد أنه يكون الإنسان عنده معرفة نفسية قانونية، وإحنا حكيناها في أول محاضرة، يكون عنده إنسان المعرفة النفسية، وهذه واضحة بحكم التخصص، لكن أن تصاغ في إطارها القانوني حتى تكون مفهومة ومقبولة لدى هيئة المحكمة. يبقى أول نقطة نركز عليها أنه من الخطأ الافتراض انه من المقبول الجهل بقواعد المعرفة النفسية القانونية. لا، ما دام انت ارتضيت ان تكون في هذا المجال
يجب أن تكون لديك المعرفة، والجهل مرفوض في هذا الإطار. Forensic psychologists are responsible for fundamental and reasonable level of knowledge and understanding the legal and professional standards that govern their participation as expert in legal proceeding. يعني الآن الأخصائي النفسي الشرعي هو مسؤول عن وضع مبادئ والالتزام بهذه المبادئ حسب الإيثيكال ستاندرز، وأن تكون عنده مستوى من التفسير المبرر والمنطقي، لماذا يقوم بهذا الفعل، لماذا يتبنى هذا المبدأ، كويس، والفهم بالقواعد القانونية. وإحنا قلنا قبل لكم أكدنا عليها، الجهل في هذا الإطار ممنوع، لأنه أنت بتحكي عن مصالح ناس، ربما عن أرواح ناس، وبالتالي يجب أن تكون لديك المبادئ النفسية سليمة وواضحة، خاصة في المجال علم النفس الشرعي، أن تكون لديك المعارف واضحة في مجال القانون، وهذه قضية مهمة جدا. وبالتالي أنت الآن في عندك مبادئ مهنية صارت توفرت عندك، إذا توفر دول الشرطين، المعرفة النفسية والمعرفة القانونية، صار عندك إحنا إيش بنسميه professional standards، اللي هي القواعد المهنية اللي إحنا بتخليك تشارك في، ولابد أن تكون حاضر عندك قبل البدء من في الدخول والمتابعة في هذه العملية. طيب نشوف النقطة الثانية، in forensic testimony and reports. وطبعا هذه قضية أيضا يعني مهمة، بحكي لنا psychologist testify truthfully honestly and candidly، اللي هو clearly and consistent with applicable legal procedures, describe fairly and the basis of their testimony conclusion. يعني بمعنى انه في الفورنسيك اللي هو في الشهادات والتقارير في علم النفس الشرعي، الاخصائي النفسي يجب ان يكون صادق، ويكون في عنده درجه عاليه من الوضوح والمصداقيه. يعني بده تكون الاختبارات التي يقوم بها والإجراءات التي يقوم بها يجب أن تتمتع بالمصداقية والصدق، وأن تكون واضحة وجلية، ما يكونش فيها نوع من الغموض من أجل يعني تحقيق أشياء ربما تكون غير منطقية. وبالتالي هذا بيعطي الإنسان يعني قواعد صادقة، قواعد منطقية في إعطاء اللي هو الشهادات وفي الاستنتاجات المتعلقة بالشهادات التي يقدمها الشهود. النقطة اللي بعديها، whenever necessary to avoid misleading. يعني الإنسان يجب أن يعني يتجنب التضليل، misleading، يعني انه من الضروره ان تتجنب التضليل. طبعا انت حكينا قبل شويه، لما يكون عندك انت في وضوح في الاجراءات، في عندك مصداقيه عاليه، في عندك تقارير منطقيه موضوعيه مصاغه بشكل نفسي وفق النظام القانوني، انت بتتجنب اللي هو الجزئيه الخطيره هذه المتعلقه بالتضليل. وبالتالي السايكولوجيست acknowledge the limit of their data or conclusion. يعني بمعنى انه يجب ان يكون لديك اقرار بانه النتائج والوسائل والمعلومات اللي عندك هي بتضلها محدده وواضحه، ويجب ان تتجنب انه فيها التضليل، لانه موضوع التضليل ربما تضل انتهيت المحكمه في بعض التقارير او بعض الافادات، وبالتالي تنعكس سلبا على ادائك وعلى تنعكس سلبا على قرار هيئه المحكمه، وبالتالي يعود الضرر على احد الاطراف صاحبه العلاقه في القضيه. طيب النقطه اللي بعديها، in providing forensic psychological service, forensic psychologist takes special care to avoid influence upon their method, procedure and products such as financial compensation or other gains. يعني الان لما انت تزود كأخصائي نفسي شرعي خدماتك النفسية، يجب أن تتجنب التأثيرات
على وسائلك وعلى طرقك وعلى نتائجك. وهي طبعا الضغوطات اللي ممكن تؤثر عليك او التاثيرات لها علاقه بالفاينانشال كومبنسيشن او الامور الماليه او غيرها من الامور اللي ربما تؤثر على اجراءاتك او على عدالتك في تطبيق المعايير النفسيه بشكل واضح. طيب as an expert conducting an evaluation treatment consultation or scholarly empirical investigation the forensic psychologist maintain professional integrity by examining the issue at hand from all responsible perspectives. يعني بمعنى الآن أنت كخبير بدك أنت تمارس عم موضوع التقييم والعلاج والاستشارات والفحوصات الإمبريقية، كل هذا بدك تكون في إطار أنا حاطها باللون الأحمر professional integrity. إيش هي professional integrity؟ اللي هي النزاهة المهنية، يعني بده يكون عندك أنت نزاهة مهنية في ممارسة كل هذه العمليات، سواء بتحكي عن تقييم، عن علاج، عن استشارات، يبقى كلها بده يكون عندك أنت professional integrity، ويكون عندك مسؤولية عالية في الالتزام بالنواحي الموضوعية بعيدا عن أي ضغوط ممكنة. طيب النقطة اللي بعديها عندنا هان اللي هي the way to protect against bias، يعني انت بدك تحمي نفسك من التحيز، is to adopt attitude of naturally taking objective scientific hypothesis testing approach to psychological evaluation and reporting findings and data emanating from clinical forensic assessment. يعني انت عشان تتجنب وتحمي نفسك من التحيزات اللي ممكن تصير، لابد ان تكون وتتبنى اللي هو منهج علمي موضوعي ومعتدل وسليم، وتكون فرضياتك وفحص الفرضيات من خلال طرق علمية واضحة ومشهود لها ومعروفة، وبالتالي السايكولوجيكال ايفالويشن التقييمات النفسية والتقارير والنتائج اللي بتقدمها تكون منبثقة عن الكلينيكال فورنسيك اسسمنت، عن طريق التقييم الكلينيكي الشرعي السليم. وبالتالي إذا أنا كانت عندي المدخلات صحيحة أكيد هتطلع عندي المخرجات النفسية يعني صحيحة بشكل كبير. وبالتالي هذه يعني من القضايا المهمة اللي لازم إحنا نركز عليها في عملنا. طيب the idealistic desire to promote social, political, economic cause regarding capital punishment, child interest, elder rights, feminism, gender equity, justified by says the end justify the means. يعني هذه قضية أيضا مهمة ولازم نركز عليها. الصحيح يعني إنه إحنا أنت ممكن أن تتبنى المنهج المثالي في بعض القضايا الاجتماعية أو السياسية أو الاقتصادية. على سبيل المثال regarding capital punishment، capital punishment يعني زي عقوبة الإعدام، القضايا العقوبات الكبيرة جدا اللي أحيانا بتكون لها علاقة في الرأي العام بالمناسبة، أو child interest القضايا المتعلقة بالأطفال، أو elder rights حقوق الكبار، أو feminism حقوق المرأة وخلافه، أو الجندر إكويتي اللي هو المساواة بين الجنسين. هنا في عنا معروفة أنك أنت تبرر مثل تبني بعض القضايا اللي أنت بتشوفها قضايا رأي عام وقضايا مهمة جدا زي القضايا اللي بنحكي فيها الآن، إن هو justify that، تبرر لنفسك the say that the ends justify the means، إنه الغايات تبررها تبرر الوسائل. النظرية الميكافيلية إنه الغاية تبرر الوسيلة، لا طبعا إذا كانت الوسائل صحيحة تكون الغايات صحيحة، أما إذا كانت الغايات في ظاهرها صحيحة والإجراءات خاطئة بطبيعة الحال سوف تنحرف عن البوصلة، عن الحقيقة الواجب أن تكون، وبالتالي بينجم عندنا مشكلة كبيرة. طيب النقطة اللي بعديها أو مش النقطة البعدية وتفسير أو استكمال للنقطة النقطة السابقة when working in the legal system one must adhere to the rule of system، يعني إنه الشخص
اللي بيعمل في النظام القضائي لابد أن يلتزم في مبادئ وأدوار هذا النظام. When one encounter conflicts between one's professional ethical constraint on the side and the rules or law of the other, such conflict must be addressed and resolved before proceeding. يعني إذا أنت واجهت نوع من الصدام والتعارض والاختلاف ما بين المبادئ الأخلاقية الموجودة عندك وما بين المبادئ والأدوار القانونية اللي أنت بتشوفها، لابد أن تحل هذا الكونفليكت أو هذا التعارض أو هذا الاختلاف قبل أن تبدأ في العمل في هذه القضية. النقطة البعدية مهمة جدا وهي مرتبطة بها طبعا بطبيعة الحال. In situation where the expert does not agree with prevailing laws مثل joint custody, death penalty, it is best not to accept referrals of such cases. يعني أنت إذا انحطيت في بعض المواقف كأخصائي نفسي أنك أنت ممكن ترفض ولا وممكن أنك أنت إذا كنت لا توافق على بعض القضايا القانونية الموجودة مثل الجوينت كاستدي اللي هو اللي هي الحضانة المشتركة للأطفال أو الديث بنالتي اللي هو عقوبة الإعدام، ممكن أنك أنت إذا شعرت في نوع من التعارض ما بين مبادئك ولا توافق على بعض الإجراءات اللي موجودة عليها أو تختلف معها، أنت ممكن تعتذر، وهذه قضية مهمة جدا أنك أنت ممكن لا تقبل أن تحول لك هذه القضية، وبالتالي أنت ممكن ترفض المشاركة فيها بشكل يعني واضح. أنا شايف أنه نكتفي يعني بهذه الجزئية، وإن كان ممكن نكمل هذا السلايد وخلاص حتى نغلق هذه النقطة بشكل كامل. Forensic psychologists recognize that there personal value, moral beliefs, personal and professional relationship with parties to legal proceeding may interfere with their ability to practice competently. يعني هذه قضية مرتبطة فيها في النقطة اللي حكيناها قبل شوية، إنه الأخصائي النفسي ممكن يعترف أو يعتمد الـ personal values، القيم الأخلاقية والمعتقدات اللي هو بيحملها، أو الـ personal and professional relationship اللي هو العلاقات الشخصية والمهنية with parties مع الشركاء والزملاء to legal proceeding may interfere with their ability to practice competently، انك ممكن تتعارض وتتداخل مع انك انت تعمل بشكل كفؤ، تطبق المعايير اللي انت تعلمتها اللي حكيناها قبل شوية بشكل كفؤ. Under such circumstances forensic psychologists are obligated to decline participation to limit their assistance in manner consistent with professional obligation. يعني انت ممكن انك انت اذا شعرت انه انت العلاقات مع الزملاء او ممكن يصير في نوع من التداخل والتعارض ما بين قيمك واخلاقك مع العلاقات، وطبعا كل انسان له علاقاته في المجتمع سواء مع الزملاء او الاصدقاء وكذا، اذا شعرت انه في حيصير نوع من التداخل والتاثير السلبي على مجريات القضيه، لا انت ممكن انك انت ترفض المشاركه في هذه القضيه، وبالتالي الالتزامات المهنية تبعتك يجب أن تكون حاضرة في هذا الموضوع حتى لا تكون يعني عامل سلبي في القضية وليس عامل إيجابي. طبعا فرضا بالإضافة لذلك، the court room is not place for forensic expert to attempt influence public policy. يعني بشكل إضافي أنه قاعة المحكمة ليست هي المكان للأخصائي النفسي الشرعي أنه يسمح بتأثير على السياسات العامة على قراراته كأخصائي يعني نفسي. بنكتفي بهذا القدر ونكتمل إن شاء الله أو نكمل في اللقاء القادم بإذن الله سبحانه وتعالى. يعطيكم ألف عافية.